الوصال، الإذاعة الأولى. وصال دوت اف ام مع سميرة الفطيسية. العيد الوطني 51 للنهضة، المستقبل يصنعه الشباب. هذه المبادرة برعاية بطاقة موجب مسبقة الدفع من تطبيق ثواني. بنك العز الإسلامي، نعتز بخدمتكم. شركة تنمية نفط عمان، فخورون بخدمة عمان. للشباب ومع الشباب وبالشباب، تتباهى أوطاننا مستمعينا في محافل العلم وساحات التطور والابتكار. نواصل الحديث عن قصص طموحات الشباب في وطنهم ومن وطنهم عبر سلسلة لقاءات مستمرة يوميا ضمن احتفال الوصال بالشباب في العيد الوطني 51 المجيد. ضيفتنا لليوم مستمعينا لاعبة كاراتيه من سنة 2004، حاصلة على المركز الأول في بطولة عمان للكاراتيه هذا العام، وأيضا عام 2019، وهي طالبة في الجامعة الألمانية تخصص علوم الحاسوب. فخلونا نرحب وإياكم برؤوم الفزاري. رؤوم، مساء الخير ويا هلا وسهلا فيش. مساء النور، أهلا وسهلا. بداية رؤوم، خبرينا عن تجربتك في الكاراتيه، وإذا صار لش موقف طريف وتذكريه أو موقف ما يروح من بالش عن الكاراتيه. والله تجربة الكاراتيه كانت جدا جميلة، كانت في العديد من المواقف الحلوة والسيئة، لكن الموقف أكثر موقف اللي مستحيل أنساه، لما كانت بطولة السلطنة 2019، الحمد لله حصلت على الذهبية، وكان كان موجود مدرب المنتخب وأسسنا المنتخب من هذاك اليوم، وأنا كنت موجودة الحمد لله، يعني اختاروني، يعني كانت فرحة ما تنوصف، وهذاك اليوم أبدا ما أنسى. الله يعطيش العافية يا رب، وفعلا يعني كذا ذكرى حلوة بتظل على البال على طول. في تصحيح عندي، أول مرة انضميت للكاراتيه 2014. أول مرة انضميت للكاراتيه سنة كم؟ 2014. أنا كنت قايلة أن حاصلة على المركز الأول في بطولة عمان الكاراتيه هذا العام وعام 2019، صحيح؟ أيوة صح، كانت البطولة من قبل كم يوم. من قبل كم يوم؟ أيوه. ما شاء الله، الله يعطيكم العافية يا رب. طيب رؤوم، من بين كل المنجزات، إيش الإنجاز أو القصة أو الكفاح اللي تفتخر به كشابة عمانية؟ أنا بالنسبة لي أكبر إنجاز أني يعني استمرت في مشوار كاراتيه من 2014، وعلى الرغم من أن في هذه الفترة ما كان فيه اهتمام جدا لهذه الرياضة، ما كانت منتشرة بشكل كبير، لكن أنا استمريت، وبعد أعتبر أن يعني فكري اختلف تماما، صرت أشوف أنه يعني لي مستقبل في هذه الرياضة وأيضا للسلطنة، فالحين يعني بدأت شوية منتشر أكثر بشكل أكبر في السلطنة يعني، وحققنا إنجازات محلية، وإن شاء الله بنحقق إنجازات دولية إن شاء الله بإذن الله. طيب نعم، بخصوص البطولات، شاركت في عديد من البطولات المحلية، حققت 7 ميداليات ذهبية على مستوى السلطنة أو على مستوى الأكاديمية، وحققت 3 ميداليات فضية وميدالية برونزية، وأيضا مثلت المنتخب في بطولة آسيا، وكانت في 2019، وكانت أول مشاركة للمنتخب الناشئة، وأيضا شاركت في بطولة الشارقة الدولية في الإمارات. للعالمية إن شاء الله يا رؤوم الفزاري، إن شاء الله. العافية يا رب. طيب التحديات دائما هي اللي تصنع الإنجازات الكبيرة، في مجالش رؤوم، كيف حولتي هذه التحديات لفرص وفوائد؟ أول تحدي هو تقبل المجتمع لممارسة المرأة يعني لهذا الرياض، لكن حاولت أتواصل مع الناس فقط الداعمين يعني اللي ساعدونا كثير في مواصلة المشوار، وأيضا حاولت أقنع الناس الغير متقبلة بتحقيق الإنجازات، وبالفعل كثير منهم تغيرت فكرتهم عن هذه الرياضة، وأيضا كانت من الصعوبات اللي هي التركيز في الدراسة. لما تأسس المنتخب كنت في وقتها صف 10، وأيضا كان في فترة 11، وعلى الرغم من أن الرياضة يعني تحتاج تدريب
طويل وشاق، لكن كنت أقنع نفسي أن هذه الرياضة أصلاً تساعد في تنمية العقل وتزيل من النشاط الذهني، وبعد ساعدني من ناحية تنظيم الوقت وترتيب الأولويات. والمشكلة الأكبر أن بعض من الناس يفكرون بمنطق أن يا أنجح في الرياضة أو أنجح في الدراسة، وبالتالي ممكن هم يضحون بالدراسة أو هم يضحون بالموهبة أو الهواية أو الشغف في مجال معين، وهذا طبعا خطأ كبير جدا. فعلا. الموضوع هو طريقة تفكير الشخص بالفعل. وأيضا يعني من التحديات طبعا كان في جائحة كورونا، كانت من أكبر التحديات، لكن الحمد لله حولت هذا التحدي لفرصة أكبر. كنت أقضي أوقات طويلة في مشاهدة البطولات العالمية، وأكسبتني كثير خبرات فنية، وأيضا بعد كنت كان المدربين على مستوى السلطنة وأيضا على مستوى الدول يعقدون تدريب أونلاين، فكنت أنضم لهذه الروابط والتدريبات، وبالتالي هذا التنوع زاد من حصيلة الخبرات لدي الحمد لله. بالفعل، وفعلا يعني مثل هذه الأنشطة مثل هذه المبادرات أكيد تنمي الواحد، تخليه دايما شغوف إنه يشوف الأكثر، يشوف أشياء أكثر وأكثر. فنتمنى لك التوفيق دايما يا رؤوم. إيش الطموح اللي تتمني إنه يكون لوطنك في مستقبل وطنك رؤوم؟ دايما عودتنا الحكومة إنه يكون يعني جل اهتمامها بالمواطن، فدايما طموح إنه يكون اهتمام أكبر وأكبر، لأن الإنسان هو المحرك والمورد الأهم في التنمية. أتمنى أن تكون الرياضة ليس فقط في كرة القلم بل الرياضات الأخرى تكون من ضمن الأولويات الأساسية للدولة، وأنها تسخر كل إمكانيات من أجل تحقيق إنجازات أكثر وتضاف إلى سجل الإنجازات العمانية. نعم. وأصلا الرياضة أصبحت صناعة استطاعت بعض الدول أن يعني تنمي اقتصادها بها. بالفعل. أريد أطور من مستواي، أريد أنجز وأحقق مراكز على مستوى دولي عالمي بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله للعالمية يا رب. طيب إيش الرسالة اللي حابة توجيها للشباب العماني وإحنا نحتفل هذه الأيام بالعيد الوطني 51 المجيد؟ الإيجابية في التعامل مع الأحداث والثقة بالنفس، وأيضا أهم شيء التركيز على اكتساب المهارات الحياتية والعملية، لأن المهارات قد تصبح يوم من الأيام، وأنا أعتقد خلاص يعني أصبحت من المعيار الأساسي للنجاح والحصول على الوظيفة. من العمل بجد والاجتهاد في كل من في كل مجالات، ممارسة الرياضة طبعاً وجعلها من أولويات، لأنها تنمي الصحة البدنية الذهنية والنفسية. أريد من الشباب أنهم يستغلوا مهاراتهم طاقتهم البدنية والذهنية والنفسية في خدمة بلدهم عمان إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. والحلو أنك موفقة بين دراستك لتخصص علوم الحاسوب وأيضا بين الشغف والهواية اللي جالسة تمارسي اللي هي لعبة الكاراتيه. كل التوفيق لك رؤوم، دمتي بهذا الشغف والنشاط ودمتي منجزة وقوية إن شاء الله. شكرا إن شاء الله. شكرا. إذن مستمعينا كانت معنا رؤوم الفزارية لاعبة كاراتيه في السلطنة وحاصلة على مراكز وميداليات كثيرة مثل ما ذكرت لنا. أكيد الشاب الناجح هو من يسعى لأحداث التغيير اللي يرغب أن يراه في المجتمع، إيمانا منه بأنه ثروة اليوم وكنز المستقبل وأساس التغيير. العيد الوطني 51 للنهضة، المستقبل يصنعه الشباب. هذه المبادرة برعاية بطاقة موجب مسبقة الدفع من تطبيق ثواني، بنك العز الإسلامي نعتز بخدمتكم، شركة تنمية نفط عمان فخورون بخدمة عمان.